I have to be discreet owning this, but we're here to investigate allegations that some of the clerics here are grooming women for halal prostitution and even acting like pimps. سيدنا يعني مساعة شنو جو صار عندك شغلة صار عندك شيء بالضبط عندك يوم كامل ترتاح بالضبط ما في حدا خاف تاخذ وجهها المداعبة انا اقول لك مداعبة يعني تتماسس وياها تحرك جسمها بصدرها عادي الله يسلمك الله يسلمك خدمتكم انا تفضل حياك الله انه البنيه اذا عمرها صغير ما في مشكله ما في مشكله 9 سنوات فوق ما في مشكله عبه هو فقط مداعبه وعدم الدخول عدم الدخول بس ما يعني لا تدخل بهم كل شيء شوف هذا الكلام ما يقول هذا الرجل جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون هذه الأحكام بشعة وغير أخلاقية ولا يمكن أن تصدر عن إله أو أن تصدر حتى عن أي إنسان سوي يعني إن شاء الله إذا شغل الشهر أسبوعين شهر إن شاء الله يدبر فتشي على مبودة من تجي يعني إيه. الله كريم سب من تجي حتى لا همات من حسافر ذا القيد شي هم جزء أخذ صورتها جزء لك الصورة مالتها تبقوا إياها على الجاية مالتك أنا ما أنسى شلون دي النشا كواي حالات مثلي هذا تشر كل شوية بعدين مشيت بهذا الطريق دي مشاها كل شي تدمرت مرحبا معي سيد رعد اهلا معك نوال المقحفي انا مراسله في قناه البي بي سي العربيه في لندن هل بتقدم زواجات متعه في مكتبك في الكاظميه في بغداد ماكو لا ماكو 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 شيء يعني ماكو بس دائم ما عندنا شيء دائم